ارحب معي بالنجمة العربية المتألقة هيفا وهبي. أغني رجب أوريكم فني رجب خدوها مني رجب هقلع هدومي عجب إيه الحلاوة عجب كلكوا شقا وعجب أغني غنى وعجب أخلى ادخلني للحل كلام لا موسيقى ألف لم تخفي صوتي النشاز ده غصب عني لما أجي أغني صوتي كسر الإزاز يبقى لي جسمي تدريسي ورسمي واتفرج على راجب صاحبك أهو شافني راجب الحاي يفضحني راجب صوته يركفني راجب ويشعل فيا تظلطي عفوا تفضلي. هاي سوسو. كيفك هيفا الليلة؟ كتير مبسوطة سامية، يعني حاسة بفرحة كبيرة هيك، يعني جسمي كله كيف بدي قلك كيف يعني هيك مرخى. طيب هيفا بدنا نسألك سؤال شخصي، شو رأيك باللي عم بيصير بالدول العربية؟ ما تتخيلي فرحتي اني شوف الشعب العربية عم مهتجي. خلينا نغير الموضوع بسرعة. هيفا مين هو مثالك الأعلى بهالدنيا؟ يعني شو بدي قلك، يعني نظرا لطبيعة شخصيتي ومسيرتي الفنية والمهنية فمن البديهي انه يكون مثالي الأعلى هو أينشتاين. بعتقد إنه نظريته عن تدفق الوقت واحتمال سفر الجزيئات الذرية عبر الزمن هي من أذكى الفرضيات الموجودة، وللحقيقة خلتني كون من أنا اليوم وساعدتني. أو سوسو بوسي الواوا. أنا ببوسة. طيب هيفا، بصراحة كم عملية تجميل عملتي؟ يعني تمكن كذيبة كان عندي شي لحمية بمنخاري وشلتها وبس. والباقي؟ طبيعي. طب هيفا يا ريت تحكي لي مين هو دكتورك عشان أنا كمان بدي أشيل اللحمية اللي بمنخاري. بعدين بقول لك. هيفا يا ريت كل ضيوفي صريحين وصادقين مثلك، ممكن اسالك شو رايك بالفنانات؟ رح اعدلك اياهن. قمر اخذت صورتي لعند الحكيم التجميل وقالت له عملني مثلها. دومينيك انا عملت بوسي الواوا، قامت هي عملت ووقح مي حريري. أمل حجازي ونيلي مقدسي، ليك شو حلوين كانوا، جربوا يعملوا مثل القمر تيصيروا مثلي وشوفي النتيجة. نجوى كرم عمرها 1000 بس شكلها مثلي على قد ما شدت وبردت وحلقت. السيدة ماجد الرومي. شو؟ رؤي مش أنا مطلقة وعندي بنت؟ إيه راحت طلقت تتصير مثلي. السيدة فيروز. بس 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 أرجوكي هيفا لهون وقفي. السيدة فيروز هي الوحيدة اللي بحترمها لأنها ما جربت تقلدني، وأصلاً أنا وهي فنانات حقيقية.
للأسف للأسف منعتذر منك هيفا، بس وقتنا لليوم خلص. أنا بحب إلكن، إني بحبكن كلكن، ويا ريت يا ريت فيني أغمركن وأحبكن. واخا 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 واخا. مشاهدينا، خلصت حلقتنا لليوم، رح نشوفكم مرة تانية ببرنامجنا خال طبيطة تي في.